إلى هانتر برول، يقصد 250 ألف سائح سنوياً مغارة سكروتا في فيينا عاصمة النمسا. هنا تكونت أكبر بحيرة مائية في عموم أوروبا منذ عام 1912 بفعل تدفق 20 مليون لتر من المياه الجوفية، سببها تفجير هائل بالديناميت حول المنجم إلى بركة ماء هائلة المساحة. مراسلنا من هناك سيأخذ بأيديكم وأنتم في منازلكم لتجتاز بكم ممرات مظلمة طويلة جداً لكنها مضاءة بشكل خافت، لتجتازوا معه منجم الجبس القديم حيث كان العمال يكابدون كثيراً من أجل أن يستخرجوا بأيديهم على متون الخيل 6 أطنان من الجبس يومياً، كانوا يستخدمونها في البدء سماداً زراعياً لأشجار الفاكهة. على بعد 17 كيلومتراً من العاصمة النمساوية فيينا تقع مغارة سيجروتا في قرية تدعى هانتر برول، ولهذه المغارة أكثر من حكاية فتابعونا. مرحباً بقناة الشرقية، بودي مرافقتكم للحديث عن المنجم وأسراره، وهو معلم سياحي مميز يزوره 250 ألف سائح سنوياً. في الوقت الحاضر هو قبلة لهواة ركوب القوارب، حيث يوجد فيه أكبر بحيرة مائية في أوروبا. عند الدخول كان هناك ممرات طويلة جداً تمتد في الظلمة داخل الجبل، أكثرها رصفت جدرانها بالطابوق وأضيئت بمصابيح بدت خافتة لشدة العتمة. السائحون يتوجب عليهم اجتياز هذه الطرق للوصول إلى غايتهم. نبدأ من هنا. أراد ملك الجبل البحث عن الماء، ولما بدأ بالحفر وجد أن الجبل ممتلئ بمادة الجبس، فحول استثماره إلى منجم. So we're here in an old gypsum mine from 1848 till 1912. نحن هنا في منجم الجبس القديم من عام 1848 حتى عام 1912. هنا كان ينتج أجود أنواع الجبس، استعمله الفلاحون كسماد زراعي بشكل خاص لأشجار الفاكهة في هذه المنطقة. كان العمال يستخرجون من هنا نحو 6 أطنان يومياً من الجبس. كان العمل في المنجم متواصلاً، الرجال يحفرون يدوياً وبعدها استخدموا الخيول للتحميل والتفريغ، ومن ثم حاولوا الاستفادة من الديناميت لتفتيت مزيداً من مواد المنجم، فحصل الذي لم يكن بالحسبان. في عام 1912 حدث تفجير بالديناميت في هذا المنجم، ما تسبب بتدفق 20 مليون لتر من المياه الجوفية التي حولت المنجم إلى بحيرة كبيرة. وهكذا فإن المنجم قد توقف عن العمل بشكل كامل. هنا كان اسطبل الخيول التي كانت تجر العربات الثقيلة المحملة بالجبس لأكثر من 20 عاما، وقد أصيبت بالعمى لشدة الظلام في المكان. وفي داخل العتمة وضعت هذه الزنزانة، وكأن الحال يقول سجن داخل سجن وعتمة أشد من عتمة. أعدت هذه الزنزانة لسجن العاملين غير المطيعين أو غير المنضبطين.
هذه هي البحيرة الزرقاء الصغيرة، مساحتها نحو 300 متر. درجة حرارة الماء 8 درجات مئوية، وهي أقل بدرجة واحدة عن حرارة الأرض. أما البحيرة الكبيرة حيث ركوب القوارب فهي تقع 14 مترا تحت هذه البحيرة، تفصلهما 7 أمتار من الصخور. وهكذا يكون المكان آمنا على أي حال. هذا مصلى سانت باربرا تم بناؤه في عام 1864 تخليدا لذكرى العمال الذين لقوا حتفهم في المنجم. هنا أيضا يوجد رمز سان باو سين زائد باء من اليسار إلى اليمين، والذي له معان عدة في لغات عدة كالإسبانية والفرنسية، قد يعني حظا سعيدا أو أهلا وسهلا، وقد يعني دولة القانون. على أي حال هو يعبر عن الحالة المدنية عند العاملين الذين كانوا يعملون في المنجم. خلال الحرب العالمية الثانية تحولت المغارة لتكون مصنع للطائرات الحربية نوع HE-162، فقد كلفت القوات النازية شركة هانكل لإنشاء مصنع للطائرة المقاتلة هنا، وقد جاء بالعمال والتقنيين من إيطاليا، وهم جميعاً من السجناء المناوئين للحكم الفاشي. كما هو معروف، من عام 1944 إلى عام 1945 تم تشغيل مصنع الطائرة المقاتلة. هناك في الأعلى يوجد نموذج للطائرة والتي تم إنتاجها في هذا المنجم، لكن كانوا يصنعون هنا هيكل الطائرة فقط. أما بقية أجزاء الطائرة، على سبيل المثال نظام التحكم بالطيران، الأجنحة، المحرك وبعض الأجزاء الخارجية، كانت تصنع خارج المنجم بالقرب من المطار القديم، لأنه كان من المستحيل إخراج الطائرة كاملة من المنجم. نعم، كان المصنع الرئيسي للطائرة هنا. على أي حال كانوا ينتجون نحو 200 قطعة وتحمل إلى الخارج قطعا صغيرة، لأن البوابة الرئيسة واطئة جدا، والسبب في إنتاج قطع الطائرة هنا لسرية المكان وتحصينه الجيد، فالسقف لا يمكن اختراقه بالقنابل لأن المكان على عمق 60 مترا، أي ما يقارب 200 قدم تحت سطح الأرض، وهذا يعني استحالة إصابته في عام 1945. هذا النصب يخلد ذكرى 2000 عامل الذين قاموا بتصنيع أجزاء تلك الطائرة. لقد كانوا يعملون 3 فترات في ظروف قاسية جدا. لم يكن هؤلاء العمال من اليهود، بل من المعارضين لموسوليني في إيطاليا. So this is not a roller coaster here, so but nevertheless this is the former holding shaft where a chips maker was held up here on the left. هنا كانت منصة دوارة كانت عبارة عن آلية لتحميل مواد الجبس إلى الأعلى. في الخلف في تلك القاعة يوجد حصان أعمى يدور حول المكان، وهنا تكون العربات، إحداهما تكون محملة والأخرى فارغة تنحدر هنا وتوازن النظام. الطريقة تشبه نظام العربات الناقلة. هذا المكان استعمل لاحقاً لتصنيع قطع الطائرة المقاتلة.
تصور أن 200 قطعة كانت تنتج بهذا المصنع. البحيرة كانت فارغة، كانت تفرغ بانتظام، وإلا لم يكن باستطاعتهم إنتاج أجزاء الطائرة هنا. هذا معناه لم يكن هناك ماء من العام 1944 إلى عام 1945. كل الماء كان يفرغ بواسطة مضخات. في عمق المغارة توجد البحيرة الثانية، وهي بحيرة شاسعة المسافة وتعد أجمل جزء بهذا المكان، ولهذا يقصدها السواح. زودت البحيرة بمركبين سياحيين يقومان بجولة ساحرة داخل هذا المكان الغريب، وقد استغلت البحيرة في تصوير العديد من مشاهد الأفلام نظراً لجمالها وغرابتها، وربما حتى لرهبة السكون الذي فيها. تجاويف في الأرض داخل الجبل كلها حفرت يدوياً بفؤوس العاملين. هذا هو برج التصفية. التنقيب بدأ من هنا في عام 1884. مالك الأرض كان يفتش عن المياه، لكنه وجد بدلاً منه الجبس، وهذا هو سبب وجود المنجم. هناك، فقط اتبعني رجاءً. هذه هي قاعة المهرجانات. في البداية عندما بدأوا التنقيب كان مصلى سانت باربرا يستعمل لإقامة المناسبات وتقديم الخدمات، ولكن عند تزايد العاملين استعملت الغرفة الأولى التي شاهدتموها من قبل. عند الخروج من الممرات الثانية لمغادرة المكان، ثمة إحساس ينتاب زائر مغارة سيغروتا بأنه كان في رحلة ليست مألوفة، وكأنه كان خارج الحياة.